محتاج لأربع باكيتات كريم كراميل، محتاج لاثنين علبة حليب مكثف محلى، 8 أكواب حليب، 2 باكيت بسكوت محلى، 300 جرام عجينة الكنافة الخشنة. فمقاديرها كتير جدا بسيطة وقليلة، وهلا رح نبلش فيها. هلا بنحط الحليب على النار، ونحن زي ما قلنا بنجيب كريم كراميل الجاهز. هذا إشي بريحكم كتير، بريح ست البيت. هلا هي لها أكثر من طريقة طبعا، أنا عم بعملكم الطريقة اللي بيقدر يعملها أي صبية بالبيت عمرها 12 سنة وطالع. هلا بنحط الكريم كراميل ومنحرك. هلا أنا هاي اللي عملتها الكمية اللي بتعملوها على اثنين، تقسموها على اثنين وتعملوها بجات صغير، بس إذا بدكم تعملوا جات كبير لكل أهل البيت بدكم تعملوها بالمقادير اللي أنا حطيتها. أنا بعد شوي حاخذ تعليقات مشاهدين على الانستغرام طبعا. تمام، أنا هلا راح أحط بس الكريم كراميل وراح أحط الحليب المكثف المحلى. يسلموا إيديك. هاي راح أحط الحليب المكثف المحلى. وأضلني أحرك لحد ما يجمد. أضيف؟ الخليط. أضيف هون؟ يس، نعم. يسلموا إيديك. ضلنا نحرك لحد ما الخليط يتكاثف. وأنا بدك أسكر عشان أنا حاطة كمية حليب تحتاج هالقد. هي كتير كتير زاكية، إذا زاد معي رح أدير بكاسات. أنا عاملة جاط، الجاط اللي عملته حاطة فيه هاي الخلطة ومتلشتها. تمام. هلا هاي الصبايا ومشاهدين، هاي الشعرية مش شعرية، اللي شعرية اللي بناكلها مع الرز. بنجيب عجينة كنافة الخشنة وبنطحنها على محضرة الطعام طحنتين ثلاثة بس، وبعدين بنحمصها بالفرن. هاي كنافة، يعني هاي مش شعرية، والشعرية ما بتزبط تطلع معكم بهالقرقشة وبهالطريقة الزاكية. شوف استاذي، هلا اللي عملناه، هذا اللي عم نعمله اللي هو نحن اعطيناه حليب وكريم كراميل، هينا سكبناه هون وحطيناه بالثلاجة جمد. تمام؟ تمام. بدنا نحط عليه طبقة، هلا انا حاطة طبقة بسكوت هون، بتمنى انها تكون مبينة. الطبقة الأولى. بنغطس البسكوت بحليب، في ناس بحطوا مع الحليب سكر، في ناس بحلوه كثير، أنا بصراحة ما بحب، خليها تكون مش ضروري تكون كثير دسمة وثقيلة. بنصير نغطس، بنصير هذا نتركه بدك اظن احرك؟ بلطع. اكتفينا. طب انا اسف. فهلا، وطبعا احنا بنحط لها زي الكراميل، بس الكراميل بيجي جاهز بعلب الكراميل، فما في داعي انه نحن نعمل بالبيت. بنفتح الكراميل عشان اذا بدنا نعطيها طعمه اضافيه، وهذا خصوصي توصاي بسلمى لانها هي مصره انه هذا بيعطي طعم زاكي. بنحط الكراميل هون ورجعنا، هلا بنحط طبقه ثانيه ونحطها بالثلاجه عشان يمسكوا فوق بعض، عرفت كيف؟ فهي حطيتها شوي بالفريزر بس عشان تمسك معي. تمام. هلا بدنا نديرها، وبرضه رح نرجع نرجعها على الثلاجه. يتوسخ الصحن، نلفه. شايف هلا كل البسكوت بتشتش وبشرب وبصير بجنن. تمام استاذ سمير، هي حطيت لك كراميل على الوجه عشان تاكل على راحتك، وشفت كيف جمدت بسرعه. يعني اذا جايها ناس، اذا جايينا ناس مثلا، جاي لاحد المتابعين، جمدت بسرعه والله يا شيف فعلا. شوف ما احلى هاي. حلو. اذا جايهم ناس، مشاهد او مشاهده، بتنعمل. حطي بس الشعريه بس بالممرات هون. لا لا ما بصير. جربي. لا ما بصير. لازم نغطيها؟ لازم نغطيها. بعدين نخلطها. معلش تحملنا تحملنا بصيرش. هيك اساسها. طب وهيك زكاوتها الصراحه.